بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية المستوى السابع، أهلا ومرحبا بكم في كورس السويل ميكانيكس. احنا اتكلمنا في المرات السابقة على الفلونت وازاي نرسمها، وعرفنا بعض الاستخدامات بتاعتها. ان شاء الله النهاردة في الجزء السبعتاشر من شابتر 3 اللي هو السيبجي في السويل، هناخد آخر استخدامات الفلونت، ولو في وقت هنشوف ايه اللي ممكن يجي بعد كده. شكرا. الحاجة السادسة اللي احنا ممكن ندرس منها الفلونت، انا لو عندي شيت باي وول كده، شيت باي وول ده ممكن يحصل لي هنا برضك ايه، لاحظ ارسم فلونت، ما ده الفلونت بتاعي مش كده ولا ايه؟ قدر المستطاع مربعات. فهل اقدر احسب النت بريشر على الشيت باي وول؟ يعني ايه نت بريشر؟ يعني انا عايز اعرف الضغط هنا والضغط هنا والضغط هنا والضغط هنا والضغط هنا. ضغط المايه هنا في كده وفي كده، فعشان كده الاتش نت او الضغط بتاعي بيساوي ها اليو باك ناقص اليو مين فرونت. طب المهم بقى ازاي اجيب اليو باك او اليو فرونت دي؟ ده عباره عن بول ووتر بريشر لسه متعلمينه في المحاضره اللي فاتت. اليو بتساوي الاتش ناقص الان في مين؟ في دلتا اتش. الاتش ارتفاع الميه عن النقطه، ادي الارتفاع الميه عن النقطه اللي اسمها اتش، والان عدد الدروبات اللي قبليها، هنا واحده هنا بقت ايه، او هنا واحده ونص، هنا اتنين، هنا وهكذا. تقدر تجيب الان بتاعتي تضربها في الدلتا اتش اللي هي بتساوي ايه، بتساوي اتش اللي هي ديت فرق الضغط على مين، على الان مين دي. يبقى اقدر اجيب الايه، النت بريشر على الشيت بايل وول. طيب اخر حاجه بقى مفروض ندرسها في الشيت بايل او في عموما الفلونت، اللي هي تشيك ستابيليتي اوف سويل في الخروج. يعني عايزين ندرس ثبات التربه عند خروج الميه منها. بنقول due to the flow of water through the water soil mass two problem may be happen. ممكن يحصل مشكلتين، ممكن يحصل بايبنج. وايه يعني بايبنج؟ if the flow of water washed يعني غسلت السويل within a zone of boiling away an open pit will be created. This causes a concentration of flow into the pit and eventually increase في الهيدروليك جريديان. Because the seepage path is shortened it often happens under dams. يعني عندي دام اهو بالراحة كده خالص، سيبك من الكلام اللي احنا عمالين نقراه بالانجليزي وانت مش فاهم منه حاجة. مشكلة عندي في ايه؟ المية وهي ماشية كده انا خايف في الجزء ده ايه اللي يحصل؟ ان المية وهي خارجة تغسل التربة اللي هنا، فتبتدي تعمل لي حفرة، فتبتدي المية تقف لحد هنا، فالضغط يزيد، فتبقى في عندي مشكلة، فلازم اعمل تشيك على القصة دي. اللي تشيك ده اجيبه ازاي؟ اجيب الفاكتور اوف سيفتي عبارة عن الاي كريتيكال على الاي اكزيت اللي هي الخروج بتاعتها. لازم يكون اكبر من 4 عشان ما يحصلش اللي انا بقوله دوت. طب السؤال بقى، الاي كريتيكال سهلة جدا، الاي كريتيكال اللي هي عبارة عن جاما ووتر، اسف جاما سبمرج على جاما ووتر، يعني جي اس ناقص 1 على 1 زائد اي. امال الاي اكزيت بتساوي ايه؟ الاي اكزيت بقى، انت مش راسم هنا الفلو لاين بتاعك؟ تبتدي تحسب الاي بتاعته اللي احنا حسبناه المره اللي فاتت، اللي هو دلتا اتش على مين؟ على دلتا اس اي. يعني انت راسم اهوت الرسمه بتاعتك اهي، شايف؟ وادي الرسمه اهي، تبتدي تحسب الطول ده اللي هو الدلتا اس. والدلتا اتش عارفها، اللي هي دلتا اتش بتساوي، احنا اتفقنا بتساوي اتش على الان مين دي. واضح؟ يبقى في الحاله دي اقدر اجيب مين؟ الاي اي او الاي اكزيت. يبقى الفاكتور اوف سيفتي عباره عن الاي كريتيكال على الاي اكزيت، ولازم يبقى اكبر من 4 يبقى سيف. لو ما كانش سيف، لا ده انت لازم تعمل بقى هنا مين؟ تعمل فلتر، وليها قصه ثانيه مش مقرره عليكم السنه دي. طب ده لو كان عندي سد، امال لو كان عندي بقى شيت باي وول، ممكن احسب الاي اكزيت للشيت باي وول عباره عن 1 على باي في الماكسيمم هيدروليك جريديان، اكبر هيدروليك جريديان على البنتريشن ديبس اوف شيت بايل وول. البنتريشن ديبس بتاع الشيت بايل وول اللي هو الطول اللي هو ماله محفور، اللي هو ده اللي هو يعني مدفون من الشيت بايل وول، اللي هو الجزء ده. ده لو كان عندي الايه، الجزء بتاع الشيت بايل وول. امال ايه بقى الهيفنج؟ لا الهيفنج موضوع تاني. ايه هو بقى؟ It is rising of soil mass. مش هيحصل على فكره بايبنج هناك، هو هيحصل ان الميه وهي ماشيه كده تاخد الكتلة دي، الكتلة دي وتطلعها لفوق. ده اسمه الهيفنج. If it was cohesive، عشان تربة قوية مش رملة مش هتغسلها. At the excess of water and boiling of water mass، ويحصل لها boiling. If it was cohesionless soil، يبقى لو كانت الأول التربة دي طينية
هيحصل لها ان الكتله دي هتطلع لفوق. اما لو كان عندي ده ساند هيحصل له بويلنج. طب ما ده الهيفنج يعني. طب ما انا اعمله ازاي؟ اقول لك يا سيدي ازاي ببساطه خالص. هتعمل ايه؟ انت عندك هنا نقطتين عليهم اللي هو البور ووتر بريشر. تقدر تحسب البور ووتر بريشر هنا والبور ووتر بريشر هنا؟ اه. ازاي؟ نفتكر للمره ال 18 البور ووتر بريشر بيساوي اتش ناقص ان في دلتا اتش. خلي بالك ده اسمه البور ووتر ايه بريشر. ايه هي الاتش ديت؟ ارتفاع الميه العاليه عن النقطه. ادي الاتش بتاعتي خلاص. ناقص ان عدد بقى طبعا تراسم، هو فايده الفلونت ان انت بترسم، يبقى ترسم ديت بالشكل ده وتشوف عدد الايه الدروبات اللي قبليها. ودلتا اتش بتساوي مين؟ دلتا اتش بتساوي الاتش على مين؟ ها اتش على مين؟ على الان دي اللي احنا جايبينها من الاول. كده جبت الضغط البور ووتر بريشر هنا والبور ووتر بريشر هنا. طبعا تقدر تجيب المحصله اليو بتساوي ايه؟ يو اكس زائد يو واي على 2 في المسافه دي. طب المسافه دي اخدها قد ايه؟ لو دي دي اللي هي البنتريشن ديست، خد دي على 2، يبقى في دي على مين؟ على 2. ماشي؟ ده القوه هنا. مين اللي بيقاومها بقى؟ وزن السويل اللي هنا. طب وزن السويل ده اجيبه ازاي؟ عباره عن حجم السويل في الكثافه بتاعتها. حجم السويل ادي الدي في الدي على 2، الدي في الدي على 2 في جاما سبمرجد بتاعت مين؟ السويل. لازم الفاكتور اوف سيفتي ان وزن التربه ديت السبمرجد على مين؟ على اليو اكبر من او يساوي 1.5. ما كانش يبقى مضطرين ان احنا نعمل ايه؟ نزود الايه؟ الوزن ده. ممكن ننزل دي شويه كده فيحصل ايه؟ ان ما يحصلش هيفنج. والهيفنج قلنا بيحصل يا اما رايزنج في السويل ماس لو كانت كوهيزف، او بويلنج لو كانت سويل ايه؟ ماس. عندنا بكده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بالفلو نت، وخلصنا كمان شابتر 3 كاملا اللي هو السيبج. طبعا ممكن ترجع لي المراجع لو في حاجه ناقصه، بالاضافه للسكاشن عشان الاسئله او المسائل بتاعتها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.